هجرة أخت البحر وعندها على روحك، جيب على البر ننصحك، أما البحر لا. عشت مثلا في سيسيليا، في بولونيا، روجيميلا، جينوا، لاسبيسيا، يلقى ولاد بلاده تهزوا، يعاون الناس في بعضها برشا، خاصة في الشمال مثلا يساعدهم يخدموا من غير وراق، عندهم هما مثلا كيلو اللحم العلوش ب 13 يورو 40,000 توانسه، لكن انت تخلص في 130,000 توانسه، اندمجوا كلهم في بعضها. عاد شكل النظريه نتاعها عربي والسرناري ما عادش هذيك. مع الاسف ثم شباب خارج من هنا يلوج على الفلوس في سافيس، داخل في الريسك. اول حاجه ما يحترم قانون ويحترم العباد، قوانين صارمه تغلط تخلص. انت تعيش ما بين تونس وايطاليا، قداش عندك تعيش في ايطاليا؟ 33. ما شاء الله 33 سنه معناها تعيش في ايطاليا. قداش مشيت عمرك؟ 24 سنه. احكي لنا على ايطاليا قبل وايطاليا توا، الظروف المعيشيه. والله بالنسبه لتويك الظروف، ممكن الظروف تويك خير على قبل. علاش؟ كيفاش كانت قبل؟ قبل كانت عندهم كل العنصريه، مثلا ما يكروش العرب، ما يكروش السرانير بصفه عامه، ما يحبوش يكرو لهم. انت مشيت بطريقه قانونيه قبل وامورك مريقله وراقك؟ اموري مريقله قانونيا، ما غير فيزا ما غير، والحمد لله. اي وكيفاش معناها قبل فما عنصريه، تو تحسنت الامور، ما عادش ينظروا نظره اخرى للبراينيه لل ما عادش شكل النظريه نتاعها عربي والسرانياري، ما عادش هذيك، اندمجوا كلهم في بعضها. وين تعيش انت في ايطاليا بالضبط؟ والله عشتها ايطاليا دورتها كامل. شنو هو البلايص اللي عشت فيهم؟ عشت مثلا في سيسيليا، في بولونيا، روجيميلا، بارما، جينوا، لاسبيسيا، ميلانو شويه، هذا كله. قولوا ايطاليا، ايطاليا معناها فيها فلوس، الشباب الكل توا طموحهم يحرق ويمشي لايطاليا. فيها فلوس، اللي يحب يخدم على روحه فيها فلوس ينجم يكون مستقبله. معناها انت تنصح الشباب توا باش يحرق ويمشي لايطاليا؟ لا لا، الحرقه لا، إذا كان عنده خيط صحيح إيه. مثلا ثم الكونتراتوات كلها، معناها كل 3 شهور محسوب حلين كونتراتوات، ينجم يدبر كونترات ويمشي، أمور قانونية. معناها بالنسبة اللي عندهم صنعة ولا اللي قاري ولا؟ كلها كيف كيف، كلها كيف كيف. أحكينا على وضعيات الحارقين اللي خرجوا من تونس ومشيوا غادي، أكيد أنت عايشت وضعيات الغادي، شنو حالتهم؟ عايشت حالات ما ثم مع الأسف ثم شباب خارج من هنا يلوج على الفلوس في سافيس، داخل في الريسك، والريسك ما عاد فيه حتى فرنك. يعني يخدموا في الممنوعات. من الممنوعات ولا ما عاد فيه حتى شيء. شنو كنت تخدم في إيطاليا؟ خدمت كل شيء، أي خدمة نلقاها قدامي نخدم، إلا الريسك ما خدمتش فيه. معني شنو تنصح الشباب توا اللي يحب يمشي يخرج لإيطاليا ولا لأي بلد أوروبي، كيفاش يلزموا يعيش غادي، شنو يلزموا يعمل؟ أول حاجة لازم يحترم قانونه ويحترم العباد، معناه يعمل علاقات طيبه مع الكسسوا، مع الطلاين، مع القورة بصفه عامه، ويحترم قانون البلاد اللي يعيش فيها. البلاد اللي تعيش فيها لازمك تحترم قانونها. كيفاش غادي القوانين صارمه معناها اكثر من تونس؟ قوانين صارمه تغلط تخلص، ما يجيش واحد يظلمك. احكي لنا اكثر تفاصيل على القوانين، مثلا على ايطاليا اللي انت تعيش فيها طب. مثلا ابسط الحاجات، مثلا كما عندنا لهنا في تونس، مثلا موتور تلقاه السوق ما غير سيرونس ما غير كاسك، غاديك اول اسمه ماما البوليسيه نتاع البلديه وين يروك ما غير كاسك، يدور الكهرباء ويجيبوا جرتك يشدوك، يفكوا لك ديريكت الموتور ويعملوا الخطيه. معناها في ايطاليا يلزمك تحترم القوانين باش نجم تعيش، ابار انه يلزمك زاده تخدم على روحك. هذيك اول حاجه، اذا كان ما تخدمش منين باش تجيب. وبالنسبة اللي يمشيوا بلا شوراق كيفاش غادي يعيشوا، كيفاش قاعدين، شنو صاير فيهم؟ والله صاير فيهم الحمد لله، يلقى ولاد بلاده تهزوا، يعاونوا الناس في بعضها برشا ويخدم. ثم خاطر الخدمة خاصة في الشمال مثلا يساعدهم يخدموا من غير وراق، ويخدموا في برشا من غير وراق باش يستغلوهم على أقل السوم، مش أقل لكن هكا أمور الصبان والواحد هذيك خارجة. وبالنسبة للظروف المعيشية معناها إيطاليا خير توا من تونس في ظروف في المعيشة وإلا بريس كيف كيف؟ لا خير. من ناحية؟ من ناحية مثلا أنت تخدم نهار تنجم 40-50 أورو، تنجم بك 40 مثلا أورو تنجم تعيش 3-4 أيام،
تاكل مليح ومرتاح. عندها ماما مثلا الكيلو الحم العلوش ب 13 يورو، 40,000 تونسي، لكن انت تخلص في 130,000 تونسي. يعني انت توا كمقيم في ايطاليا وعندك تبارك الله سنوات الغادي، تنصح الشباب بالهجره ولا ليه؟ ديما كما قلنا المره الاولى، هجره اخت البحر وعندها على روحك. اي بالطبيعه فما الهجره الشرعيه اللي من المطار، من المطار من الفيزا جيب على البر ننصحك، اما البحر لا.